نور نور نور. نور أمينة يلا قومي خلينا نفطر مع بعض، ما بيصير تضلي بلا أكل. ما بدي، بدي دعمي نور بإيدي. طيب رح يجي نور، بس أنتي لازم تاكلي لحتى تضلي قوية. يا أمي يا أمي ساعديني، هلا نور بيكون بدون أكل. حبيبتي نور رح يجي، بس إذا رجع وشافك مريضة وتعبانة أكيد رح يزعل ويقول ليش تاركين أمي بلا أكل، صح؟ يلا كلي لقمة وبعدين منغسل ومنغير هدول التياب. يلا أمينة. ليش ما عم تفهمي؟ ما بدي، بديش رجعوا لي ابني. أنا ما باكل ولا بلبس لحتى يرجع ابني. عايدة بحكي معك بس أفضى. مستحيل، لازم تجي فورا. شفت جود دخل على بيت هون لعندي اللي اسمه أسيل. جيهان عم تسمعيني؟ نور، انت جبتي لي نور معك ما هيك؟ برا هو؟ ليش ما عم يدخل؟ جبتي معك ما هيك؟ حبيبتي اسمعيني شوي، بتثقي فيني ما هيك؟ لسه ما لقيته لنور، يعني ما اجى معي. لا لا تقولي هيك، لا تقولي هيك، انتي لقيتي؟ قولي لي لقيتي. اهدي حبيبتي، لسه ما خلص كلامي، اسمعيني. رح اوعدك انه نور رح يجي. وعد؟ بتوعديني؟ ايه وعد ام. طلبت المساعدة من حدا كتير قوي وعنده معارف كتار، وعدني وقال لي انه رح يلاقي نور ورح يجيب لنا اياه، اتفقنا؟ وعد، انتي وعدتيني، وعدتيني وعد ام. رح يجي نور، رح يجي. خلص حبيبتي لا تخافي، جود اكيد رح يجيبه لهون. رح يجي، ما رح يصير له شي ما هيك؟ روقي يا روحي، ما رح يصير له شي، لا تقولي هيك، رح يجي نور. رح يجي. لأمتى بدي ضل عم استنى؟ أمينة؟ حبيبتي كيف صرتي؟ وينه؟ نور؟ لقيته نور؟ حبيبتي أنا مو وعدتك؟ نور رح يرجع بس اصبري شوي ماشي؟ تعي شوفي أنا شو جبتلك، تعي. شو جابت يا ترى؟ يلا تعي عادي، تعي عادي لشوف. أنا ما بدي شي أبدا، وينه ابني؟ شو هالحكي؟ ليكي؟ عن جد كتير حلوة يا عيني. يسيا لشوف، كنت خايفة ما تلبق لرجلك بس طلع كل شي بيلبق لك، حلوة كتير. حلوة ما هيك حبيبتي؟ حلوة كتير صدقيني. لك يا بنتي ليش هيك حالة رجليكي؟ معقول مشيتي بالطريق وانتي حفيانة؟ شو حلو هاللون ما هيك؟ كتير حلوة يا حبيبتي، مبروكة. أمي. ها؟ ابني ابني نور، ابني نور نور، ابني 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 حبيبي. تعا دخي لهالريحة، شو حلوة هالريحة. يلا أميني امشي. ابني خليكن هاليومين عنا لأنه هون أأمن. ما في لزوم رح نمشي، يلا أميني. فتون خانو حبيبتي. فتون، فتون خانم هي لقته لنور ما هيك؟ ساعدتنا كتير، قالت لرفيقة لولاها ما لقينا، والله ما في منا. أي رفيق؟ ممدوح؟ يعني أم منيحة مثل أمينة
ما بتستاهل هالشي. ما كنت رح أقبل يبعدوا عنا ابنه. تفاجأتيني كتير، ما كنت متوقع وما كنت بعرف إنه هذا شعورك. يلا أمينة خلينا نروح أختي. فتون خانم. جود بدي أحكي معك شوي. نروح السيارة. وانتي أمينة سبقيني. يلا أختي. بشو رح نحكي جيهان؟ مزبوط معك حق، كان لازم أثق فيك ولهيك أنا بعتذر منك. طيب لنفترض كأنه ما صار شيء، بس رح ترجعي تطلبي اترك أسيل وأنا ما رح أقبل. ليش؟ بدون سبب جيهان. بلو إذا قلت لك إنه أسيل رح تضل بحياتي وإنه ما رح أتركها أبدا، رح تقبلي بهالوضع؟ متوقع. انتي ليش خفتي علي كل هالقد؟ نحن انبسطنا كتير ولعبنا طمامة. أنا وعمو يمان اتفقنا نتخبى من خالي لفترة، وبعدين أنا تركت دليل لخالي إجا ولقاني فورا. والله كنت رح موت من خوفي نور. ما في لزوم لتخافي أمي، انتي بتتذكري القصة تبع الأولاد يلي بيتركوا قصدهم فتفيت الخبز وراهن؟ آه طبعاً عرفتها قصة حلوة. وهيك عملت، وأنا كمان تركت دليل وخالي لقاني فورا. عمو يمان شخص كتير منيح، بتعرفي أنا كتير حبيته ولعبني ألعاب حلوة كمان. إيه أنتوا ما جعتوا لسه؟ الأكل صار جاهز. أمي ليش ما سكرتي الباب؟ شو الموضوع؟ لا تكون خجلت مني. ها؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.